حمتشيب، احنا اليوم طبعا تكلمنا على الطب وعلى الفن وعلى هواياتك وعلى كل شيء، لكن ما خشيناش في حياتك الشخصيه اللي هي توا بنخشوا فيها. اها جاهز؟ يلا. اوكي محمد، بنعرف علاش ديما تنزل خواطر. نحب نكتب. انا بنجلطك في حلقه اليوم. كيف تحب تكتب؟ ايه انا بتقولي انت مازال فوق تحب تكتب. لا نحب نكتب. ما هو حتى الخواطر لما تكتبها وراها شيء. على فكره بقول لك حاجه، في حاجات راهو هلبه نكتب فيها وننزل فيها، الناس يحسبوها ممكن حاجه يعني ليه موضوع بعلاقه صايرت لي او شيء. لا راه مرات ننزل في حاجه تمسني وحاجه تمس الناس، فهمتي؟ يعني ممكن نحس الناس صاير معاها موضوع معين او حد من الاصدقاء فننزل لها خاطره. يعني ممكن من يعني تبي تقولنا الخواطر هي مش كلها من تجربتك الشخصيه؟ مش كلها. لا مش كلها. بعطيني خاطره واحده تعبر عن تجربتك الشخصيه من الخواطر. من الخواطر. من الخواطر. والله تو ما فيش حاجه في بالي، لكن اكثر حاجه يعني يعني ممكن انا اعلم من اكون والله يعلم ما في قلبي وما اكون يعني، بس فما فيش داعي ان نقعد نبرر للناس. يعني ممكن نسيت الخاطره كيف كتبتها بالضبط، بس بمعنى اني نعرف اللي في قلبي وربي يعرف اللي في قلبي. قلتها اصلا علينا. اوكي انت يعني شنو وجعك فيها؟ بنختار احسن وحده ولا اسوء؟ ايش اوكي محمد شيبه، نعرف ان عائلتك رافضين دخولك للاعلام. علاش؟ لان خايفين الاعلام ممكن ياخذني على ممكن مجال خدمتي الاساسي، وزي ما تعرف الاعلام في ليبيا ما ياكلش عيش، وممكن حتى في اغلب الدول العربيه. يعني لو بنقعد نركز على الاعلام بس مش حنعيش ومش حنقدر نصرف كويس، فيبوني نركز في خدمتي اكثر يعني. وممكن نقول لك معاهم حق هم، مش لانهم مثلا يبوا، مش لانه مثلا يعني هم يبوا يشوفوا ولدهم دكتور وهيك ما يبوش يخش. لا هو قلت لك اساسا الوالده ربي يطول في عمرها هي اكثر وحده كانت تتمنى شيبه يكون دكتور. ايه فحبيت نحقق لها هذه الرغبه. في الاول بصراحه ما كنتش حاب المجال 100% زي ما قلت لك، بس بعدين حبيت المجال. يعني قعدت انه بقناعه نقرا فيه مش انه على خاطر امي. يعني زي ما انت تو حبيت المجال بعد ما خشيت المجال الطبي وحبيتها كل شيء، هل حتى اهلك هم نفسهم تو بده يقتنعوا بعد ما انت ما مشيت في الاعلام انه باي يعني كويس؟ فرحانين والله. اي والله يعني لما يتفرجوا على الحلقات وكذا فحاسين اني يعني اصلا قاعد ندير في شيء انا فرحان به ووصلهم هذا الشعور، وقاعد يعني اقدم في ممكن في حاجات يعني حاجات كويسه، فعجبهم بالعكس فرحانين اني قدرت حتى كيف نوفق بين الاثنين. بقى